أهني وأشكر إذاعة القرآن الكريم على هذا المشروع، المشروع المتعلق بتذكر واهتمام بالمشايخ والعلماء الذين كانوا في أصل هذا المفهوم، مفهوم الجزائر، والذين يرجع إليهم الفضل في تأسيس هذا المفهوم، لأن الجزائر عاشت من خلال مشايخ والعلماء والباحثين الذين ما فتئوا يملؤون هذه المساحات الشاسعة. والجزائر تعتبر اليوم قارة 2500 كيلومتر من الشمال إلى الجنوب، 1200 كيلومتر من الشرق إلى الغرب، مليونين وأربعمائة ألف كيلومتر مربع، لا تجد فيها مكانا لم يمر منه شيخ ومعلم وأستاذ كاتب باحث. وهذه المادة مادة قوية كبيرة جدا، ونحمد الله سبحانه وتعالى أننا اليوم نتكلم عن شخصية ذات أثر كبير في التعليم وفي الوطنية، الشيخ أحمد حماني رحمه الله. أنا تلمذت عليه في معهد عبد الحميد بن باديس سنة دراسية 54-55، يعني سنة الثورة، وكان المشايخ في هذه السنة يخصصون تقريبا نصف دروسهم للحديث عن الثورة. والشيخ أحمد حماني كان دروسه كلها للثورة، كان يعلمنا الوطنية من خلال، لأنه كان في ذلك الوقت يدرس تاريخ والجغرافيا، فإذا تحدث عن التاريخ يتحدث عن الجزائر وأمجادها وما يجب أن تسترجع بفضل الثورة، وإذا تحدث عن الجغرافيا كذلك يتحدث عن وسعة الجزائر ومساحتها وعلماءها وآثارها واقتصادها وما نهبه الاستعمار. وكان يحبب إلى طلبة مستمعين، يحبب لهم الجزائر